لعبنا أنا وبدر لعبة حرف اسم، فهي لعبة ممتعة. يختار لنا بابا حرفاً ويجب علينا إيجاد كلمات بهذا الحرف، ولدينا فقط 30 ثانية. نقسم الورقة بهذا الشكل، نكتب في العمود الأول الحرف ثم الاسم، ثم نكتب نبات، جماد، حيوان، وبلاد. سنبدأ بحرف الألف. سأكتب أمل في خانة الاسم. نبات بحرف الألف. إيجاص. والآن يجب أن أفكر بجماد يبدأ بحرف الألف. أريكة. حيوان سهل جداً، أسد. بلاد أستراليا. انتهيت قبل انتهاء الوقت. حسناً، لنرى الكلمات التي اختارها بدر. الاسم أمل. أنا اخترت هذا الاسم. النبات التفاحة، الجماد الضوء، الحيوان السلحفاة، والبلاد فارغة. ما هذا يا بدر؟ لا يجوز وضع أل التعريف. لماذا لا يوجد همزة على أل التعريف؟ تذكرت شيئا قالته لنا معلمة اللغة العربية. هنالك همزة تسمى بهمزة قطع، وهي مثل الهمزة الموجودة على الكلمات التي كتبتها: أمل وإيجاص وأريكة وأسد وأستراليا. أما عنك يا بدر فأنت لم تستخدم همزة قطع، لقد استخدمت همزة أخرى اسمها همزة الوصل. ولكن ما الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ قالت لنا معلمة اللغة العربية بأن همزة القطع قوية مثل السكين، فهي تلفظ في كل الأوقات، سواء أكانت مفتوحة مثل كلمة أمل، أو مضمومة مثل كلمة أستراليا، أو مكسورة مثل كلمة إجاصة. ولكن ماذا عن همزة الوصل؟ تذكرت، قالت لنا معلمتنا أن همزة الوصل هي مثل الجسر، فتصل بين الكلمة السابقة والكلمة اللاحقة من دون لفظ الهمزة. فمثلاً أكل الكلب، فالجسر وصل بين حرف اللام في كلمة أكل وحرف اللام في كلمة الكلب، فتلفظ بهذا الشكل: أكل الكلب، شرب القط. ولكن هنالك شيء غريب، إذا قرأت كلمة القط وحدها أكون قد لفظت همزة الوصل، ولكن إذا وضعت كلمة قبلها تصبح همزة الوصل صامتة. هذا جميل فعلا، فهو مثل السحر. انظروا إلى هذا، الفيل، والآن سأجعل همزة الوصل صامتة: شرب الفيل. الكتاب، والآن سأحولها لهمزة وصل صامتة: قرأت الكتاب. قالت لنا معلمتنا بأن همزة الوصل تأتي أيضا بكلمات لا يوجد فيها أل التعريف، مثل كلمة استطاع، وكلمة اجتماع، وكلمة اختباء. ولكن كيف لي أن أعرف ما إذا كانت الكلمة تبدأ بهمزة قطع أم همزة وصل؟ السر بالحرف السحري، وهو حرف الواو. فإذا وضعنا حرف الواو قبل أي كلمة تبدأ بحرف الألف، فباستطاعتنا أن نعرف ما إذا كانت الكلمة تبدأ بهمزة قطع أو همزة وصل. سأبدأ بأول كلمة أحمد. وأحمد، عرفت، إنها همزة قطع، فهمزة القطع حادة مثل السكين وتلفظ في كل الأوقات. إيوزة. وإيوزة همزة قطع بالتأكيد، فقد لفظتها حتى وهي مكسورة. أكتب. واكتب هذه همزة وصل، فقد وصلت بين حرف الواو وحرف الكاف. واكتب. انتظار. وانتظار هذه همزة وصل وانتظار، لم ألفظ همزة الوصل هنا. وأسبوع همزة قطع، فقد لفظتها حتى وهي مضمومة. حسناً يا بدر، أنا الفائزة بلعبة حرف اسم لأنك استخدمت أل التعريف في كل الكلمات، وهذا لا يجوز. والآن أتستطيعون أن تلعبوا لعبة حرف اسم بكلمات تبدأ بهمزة قطع؟ هيا، لديكم 30 ثانية.